محمود زكي أمير دينجير. محمود زكي في مهمة التنسيق في المساندة لاعب الدائرة غازي الغالي. دينجير إلى غازي الغالي، واو جميلة جدا هذه العملية، أنيقة رشيقة، وبالتالي يقلص الفارق الغرافة إلى هدف 3-2. سريع النسق في بداية هذه المباراة. محمود زكي فهد البيشي في محاولة المساندة إلى الزاركو غازي الغالي، يتمكن لاعب الدائرة الغرفاوي الغالي من تسجيل هدف غالي وتقليص الفارق إلى هدفين. كوفيتش، هناك تغيير طبعا، يتولى مهمة البلاي ميكر محمود زكي إلى غازي الغالي. ذكية جدا، ممتازة التمريرة من محمود زكي، يتمكن من استغلالها غازي الغالي الذي يتقاسم الأكسة. يتمكن نعمان الجيلاني من إحراز سادس الأهداف، وبالتالي يقلص الفارق إلى هدف يتم. يعود القمصان الصفراء من محمود زكي إلى أمير دينجير. أمير أمير أمير، ممتازة من أمير إلى غازي الغالي. يا له من أسيست، يا له من أسيست من دينجير. غازي الغالي كان حرا أكثر من مناسبة، هل يفعلها الآن؟ أمير دينجير إلى الزاركو، تصل إلى محمود زكي، ممتازة التمريرة في العمق إلى غازي الغالي، يترجمها إلى هدف 13 13-12، تقريبا نصف أهداف الغرافة. الزاركو أمير دينجير، دينجير غازي الغالي، صعب ترويض الكرة السابقة لكنه يقاتل، يقاتل غازي الغالي ويتحصل على رمية سبعة بالواقعية في تنفيذها، يعني التسجيل مهم جدا، الدخول إلى حجرات الملابس بفارق هدفين. بلال بنيكة في التصدي للأولى، وفي الثانية لم ينجح، في الثانية المتابعة جيدة كانت من قبل غازي الغالي لاعب الدائرة، والمحاولة إذا وقربوا المعطيات. هذه فرصة أولى تضيع على نادي تحيل وتعود بفاس بريك للغرافة من غازي الغالي، يقاتل على الكرة الأخيرة ويسجل الهدف 17 17-14. لأول مرة الفارق يتسع إلى 3 أهداف لمصلحته. نادي إسدال الستار على هذه الجولة بأزرق سماوي وكراوي في مواجهة مع الرهيب الرياني. غازي الغالي 30 ثانية، هدفين للغرافة، 19-15 للغرافة للفود، هم أكثر ندية قتالية. ونادي التحيل، الكرة من فهد البيشي إلى محمود زكي، تصل من جديد إلى أمير دينجير. غازي الغالي، عروض قوية لنادي الغرافة، تحررت السواعد الغرفوية حقيقة، وهناك أسئلة عديدة بشأن الأداء. الحفاظ على نفس المستوى إلى غاية الأنفاس الأخيرة. زاركو إلى غازي الغالي، قتالية كبيرة من غازي الغالي، يجبر الدفاعات الدحلوية. لا 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 لا، ماذا فعلت يا علاء الدين بن راشد؟ بنفس الكيفية، بنفس السيناريو، هذا غازي الغالي، الهدف 11 لقلب الأسد الغرفي. التصدي من حمزة بن ريش، التسرع من هنا ومن هنا.